السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل من الوحدة 3 الجهد الكهربائي للصف 12 متقدم الفصل الدراسي الأول العام 2018-2019 منهج دولة الإمارات العربية المتحدة. حياتنا عادة فاختر لنفسك أفضل العادات. ردد شعاري المثابرة. أقرأ أفهم أحفظ وطبق مفتاح النجاح بعون الله في إيدك. التكرار يساعد على الفهم والحفظ ويقلل النسيان. جيب ورقة وقلم وتابع معي الحل خطوة بخطوة. أوجد قيمة الجهد عند مركز انحناء السلك الرفيع المبين في الشكل، يعني هنا. إذا كانت الشحنة موزعة بانتظام لكل وحدة طول، أي كثافة الشحنة الطولية، لمدة وتساوي 3 × 10^8 كولوم لكل متر، ونصف قطر الانحناء R تساوي 8 سنتيمتر. أول شغلة بنتذكرها كونه انحناء سيتا تساوي طول القوس على نصف القطر. بما أن السلك عبارة عن نصف دائرة نصف قطرها R يساوي 8 سنتيمتر، فإن طول السلك هو L ويساوي R في سيتا. سيتا وتساوي L على R من هنا. والشحنة التفاضلية من طول صغير من السلك هي دي كيو، وتساوي لا كثافة الشحنة في طول التفاضلي من السلك، وتساوي لا الشحنة التفاضلية ضرب بدل ال اي ار في دي سيتا اللي يمين هون. النقطة البعدة الجهد التفاضلي يساوي لثابت كولوم في الشحنة التفاضلية على ار، ار اللي هي هذه. الشحنة التفاضلية إلنا وتساوي لثابت لكثافة الشحنة الطولية في نصف القطر في دي سيتا اللي هي هذه على آر نصف القطر. آر مع آر هذه بتروح، بيضل عندك الجهد التفاضلي يساوي ثابت كولوم في كثافة الشحنة الطولية في دي سيتا. حتى نطالع الجهد الكلي بنجري التكامل. التكامل بده يكون محدود ما بين الصفر والباي، وطالعنا ثابت كولوم وكثافة الشحنة الخطية خارج التكامل لأن مقاديرهم ثابتة. دائما المقادير الثابتة بتطلع خارج التكامل، ومنخلي داخل التكامل المقادير المتغيرة اللي هي دي سيتا. تكامل دي سيتا هي سيتا ما بين الصفر وباي، فبتطلع عندك بهذا الشكل. إذا الجهد بيساوي لثابت كولوم في كثافة الشحنة الخطية في باي. منعوضهم، هاي طبعا بتعوضها بالراديان يعني 3.14، فبيطلع عندك بي وتساوي على الآلة الحاسبة بيطلع هذا الرقم. بتقربه لثلاث أرقام معنوية بهذا الشكل، لأنه عندك هون ثلاث أرقام معنوية ثلاث أرقام معنوية. وفي رعاية الله لا تنسونا من الدعاء.